لمزيد من المتابعة والنقاش ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد العالم، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الأمريكي. برحب بحضرتك يا فندم. كما تابعنا يمكن هناك تقارب كبير في الأرقام والأصوات بين ترامب وهاريس، حتى الآن بنتكلم عن 48% لترامب و 47% لهاريس. كيف ترى المشهد السياسي الأمريكي الآن؟ نعم، أهلا بك وبالسادة المشاهدين. أعتقد أن ترشح هاريس يعني جلب لها زخم كبير، غطى على يعني الزخم الذي كان يتمتع به ترامب في الفترات السابقة، لأن الشعبية كانت تنخفض كثيرا عن الرئيس بايدن قبل إعلان نواياها عدم الترشح أو الانسحاب من المشهد الانتخابي، وبالتالي الزخم الحالي مع هاريس حتى دفع ترامب إلى رفض المناظرة، إجراء مناظرة معها إلى أن تكون مرشحة رسمية عن الحزب الديمقراطي. استطلاعات الرأي حاليا التي كانت تؤكد أن ترامب هو الرئيس القادم لا محالة في حال وجود بايدن، حاليا تؤكد أيضا أن يعني الفرص أصبحت منصفة بين هاريس وبين ترامب، وأن كل منه له ملفات يتفوق فيها على الآخر، وبالتالي المناظرات القادمة ربما تحدد بشكل كبير من الذي سيكون فائزا في الانتخابات الأمريكية. مشكلة ترامب الحالية التي فوجئ بها أن هناك قطاع في الحزب الجمهوري على 25% من الحزب الجمهوري لا يريدون أن يعطوه صوتهم لمجرد أنه مدان جنائيا كمبدأ عام بأنهم لا يريدوا أن يعطوا صوتهم لمدان، وبالتالي هو يخسر هذه الأصوات، وربما تكون هذه الأصوات أصوات صامتة وتساهم في فوز كامالا هاريس. لكن أيضا كامالا هاريس أمامها تحدي كبير، لأن هناك قطاع يقول أنها لن تأتي بالجديد، هي كانت نائبة الرئيس ولم تؤثر بالشكل الكافي في ملفات عدة ربما ساهمت في انخفاض شعبية بايدن وإسقاط فكرة وجود رئيسا لفترة ثانية. كل منهم لديه ملفات هامة سيلعب عليها. طيب، هل تشكل الفئة التي تستهدفها هاريس، نتحدث عن قطاع كبير من المرأة، نتحدث عن أول أمريكية ربما تصل إلى يعني منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كامرأة، يعني بالتأكيد شريحة كبيرة ربما تكون يعني مستهدف من مستهدفات هاريس، بالإضافة إلى الشباب والدعم المتزايد الذي تحظى به هاريس من الناخبين الشباب على مسار الانتخابات الأمريكية. يعني هذين العاملين المهمين، هل ربما يطيحوا بشعبية ترامب الذي ربما يكرر يعني مرة أخرى سياساته سابقا التي عاهدها الأمريكيين عندما كان رئيسا؟ نعم، هي بالتأكيد يعني الدور الأهم لها هنا هو مع المرأة، لأنه هو نفس الدور الذي لعبته هيلاري كلينتون في عام 2016، وبالفعل هيلاري كلينتون استطاعت أن تأخذ التصويت الشعبي بفارق عن ترامب، لكن أصوات المندوبين هي من يعني حددت هذه الانتخابات. لكن أيضا فئة الشباب هنا سيكون هناك خلاف كبير عليها، لأن فئة الشباب أصبحت يعني تحتك بالمجال السياسي الخارجي بشكل كبير، وفكرة قطاع غزة وما حدث فيه انتشرت بين فئات الشباب، وبالتالي أصبح عندهم نوع من الغضب على الطريقة الديمقراطية في التعامل مع الخارج، لأنهم يعلمون جيدا أن طريقة إدارة الحزب الديمقراطي للملفات الخارجية في آخر ثلاث أعوام هي من أججت الأوضاع عالميا ثم أثرت على الداخل الأمريكي، وبالتالي ترامب لديه كفة يعني ربما تربح هنا، وهي كفة الاقتصاد. معظم المواطن يعني المواطن الأمريكي على استعداد حالي أن يتنازل عن بعض المفاهيم أو القضايا التي دافع عنها في السابق مقابل أن يعود الاقتصاد مجددا كما كان في حالة انتعاش في حالة ترامب، وبالتالي نعم هي لديها ملفات فيها قوة لكن لديها تحديات وأسئلة كثيرة لابد أن تجيب عنها أمام النخب الأمريكي. طيب، أنا عايزة يعني حضرتك تفصل لي جملة مهمة جدا، وهي الاستقطاب الشديد في المجتمع الأمريكي يجعل من الصعب إحداث تغييرات كبيرة في نوايا التصويت. ماذا تعني هذه الجملة وماذا يعني هذا الأمر؟ نعم، هنا الاستقطاب يعني هذا كان قد بدأ منذ الانتخابات السابقة، كل من مرشحين كان يلعب على جزء معين فيه عواطف للمجتمع الأمريكي، وبالتالي الاستقطاب يلغي التفكير السليم في إعطاء الصوت. ترامب
دائما ما يوجه جملة نحن نريد أن نجعل أمريكا عظيمة مجددا، وشكك في صحة الانتخابات السابقة، وبالتالي أعطى المواطن الأمريكي صورة المؤامرة، وجاءت فكرة محاولة اغتياله لتؤكد صورة المؤامرة أمام المجتمع الأمريكي، وبالتالي أصبح هناك حالة من التشبع بأن الصوت نفسه لا يصل بالشكل المطلوب أو يتم تزويره في بعض الأحيان. هذه الحالة ألغت تفكير بعض الفئات في الداخل الأمريكي، وهي النسبة الأكبر، لأن ترامب لديه 70 مليون صوت من الانتخابات السابقة مضمونين، وبالتالي تفكيرهم هنا ملغي على إثر نظرية المؤامرة. لا يفكرون في أن ترامب على سبيل المثال هو مدان جنائيا بالفعل، ولديه قضايا كثيرة لا تسمح أخلاقيا أن يكون هو الرئيس الفعل للولايات المتحدة الأمريكية. أيضا استقطاب من الجانب الديمقراطي الذي دائما ما يشكك في نوايا الحزب الجمهوري تجاه قضايا حقوقية معينة ساهم فيها ترامب بمشروع 2025 الذي أعلن عنه لكن ليس بشكل رسمي، وهو إلغاء النظام الفدرالي. إذن الأيام المقبلة سوف يعني تكون بمثابة المشهد الواضح على من سوف يعني ينهي هذه الانتخابات ويعتلي منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في القريب العاجل. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد العالم، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الأمريكي.